وللمزيد ينضم إلينا من الرياض المحامي بدر الحميداني، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما أهمية هذه الأحكام التي أعلنت عنها النيابة العامة؟ أهلا وسهلا أستاذ بدر، الله يمسيك بالخير ومسي عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. أولا، أهمية هذا الإجراء هي فيها ردع للمجتمع يعني بشكل عام، ولكل من تسول لها نفسها بارتكاب هذه الجريمة. والجريمة هذه يعني كما لا يخفى يعني على المشاهد وعلى المستمع بأنها فيها يعني الضرب في اقتصاد الدول، واللعب يعني أو التعدي على خيراتها، والعطاء تحت غطاء شكلي يعني يصور أو في هذا التمويه إلى أن هذا بشكل نظامي، لكنه فيه ما فيه من العبث بالاقتصاد وغير ذلك. نعم سيد بدر، النقطة الثانية ولعلها تكون مهمة أيضا، ما هي الرسالة التي تود أن توصلها النيابة العامة بعد الإعلان عن 5 مليارات ريال تم التحايل عليها من قبل أولئك المجرمين والعصابة التي قامت بهذا الجرم؟ الرسالة طبعا هي واضحة لكل يعني ذو بصيرة، لكل مواطن يعني يراعي الله في بلده وفي طاعة ولاة أمره، أن فيها مكافحة للفساد ولهذه الجرائم، وللحد من انتشار الجريمة. كما لا يخفى عليكم بأن مثل هذه الجرائم، وأنا أوجه يعني نصيحة لكل شخص، لا تسلم نفسك، اسمك أو سجلك التجاري لكل من يتم عليك، يعني لكل شخص يعرض عليك مبلغ مالي بجميع الإغراءات، لأن في النهاية سيصدر مثل هذا الحكم ومثل هذا الإعلان، لأن الدولة حفظها الله بمؤسساتها لا يخفى عليها شيء. نعم. سيد بدر، تعلم بأن هناك ربما كما أشرت في سياق كلامك البعض يتهاون ويقوم بالتستر التجاري، ما الذي يجب أن يقوم به حاليا رغم أنه وقع في هذا الخطأ، ولكن ربما يكون العقوبة حينما يعني يقدم بتراجع عن التستر التجاري، كيف نستطيع أن نصل إليه ونقول له بأن ما تقوم به خطأ ويجب التراجع إزاء ذلك؟ إخبار الجهات المعنية في أثناء ارتكاب الشخص الجريمة أو قبل ارتكابها يخفف من العقوبة، بل أن المبلغ في قضايا التستر التجاري قد يعطى على ذلك نسبة 30% من قيمة المبلغ الذي تم التستر فيه. فلذلك هذه يعني بيكون دافع، مع أن قبل كل شيء أن الإنسان يراعي الله سبحانه ويخاف الله في هذا المال الذي هو سيسأل عنه. الأمر الثاني فيما يخص قضايا التستر، هي لا يتم الاكتفاء بقضايا التستر، فقد ينطوي تحتها قضايا غسل الأموال، والتي قد تصل عقوبتها للسجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين، مع مصادرة جميع الأموال المتحصلة في هذه الجريمة. نعم. أخيرا سيد بدر، وبكونك محامي، هل هناك حالات وصلت إليك وطلعت حولها بأن أشخاص قاموا بالتستر أو وضع اسمهم وربما وقعوا في هذا الفخ إن صح التعبير من دون إدراك منهم؟ نعم، الكثير في الغالب في قضايا التستر، لا سيما إذا كانت امرأة، يتم العبث باسمها وسجلها التجاري من قبل أقاربها أو غير ذلك، وهي لا تعلم ولا تعرف أي إجراء يتم على هذا السجل أو هذا الاسم بصفته فرد أو شركة. فلذلك أنا أوجه نصيحة للجميع، لإياك أن تعطي أو تسلم نفسك سجلك، سواء كان مؤسسي أو شركة أو سجلك الشخصي الفردي أو حساباتك البنكية، لأي شخص مهما كان حجم هذا الإغراء، لأن العقوبة وخيمة. كأنك تقول سيد بدر بأنه لا تثق في كائن من كان، هذا ربما الذي تقصده. نعم، لأن الشخص مسؤول، مهما وثقت بالشخص الذي سلمته، أنت الذي ستسأل، وستطال العقوبة للشخص الآخر، لكن أنت أول من يسأل عن هذا الجرم المرتكب. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض المحامي بدر الحميداني.